مصر هي مصر مش هتحقق، يعني ها ده في المستقبل. طب وماذا عن الحاضر؟ تعال نشوف الحاضر. حضراتكم عارفين ما نطلق عليه اللوجستيات. اللوجستيات دي هي مجموعة الخدمات المتعلقة بأي شيء، أي شيء فيما نطلق عليه لوجيستكس. فمصر بالفعل حققت طفرة غير مسبوقة في لوجستيات المواني، أي خدمات المواني بشكل عام. ومش احنا قلنا لكم كده كده انه هيتربط العين السخنة بالدخيلة بالقطر؟ طب انا قلت لكم انه طابة والعريش هيتربطوا برضه بقطر ولا لا؟ ما قلتلكوش؟ طب اديني ايه بقول لكم، يعني يبقى في عندك طابة العريش حلوة دي، ويبقى في عندك خد بالك طابة العريش ماشي، يعني احنا واخدين سينا كده جون، والله العظيم جون. وبعدين عندنا العين السخنة الدخيلة الحلويات دي، وكده كده عندي قناة السويس، وعندي مينة بورسعيد، وعندي مينة العريش، وعندي مينة العين السخنة، وعندي مواني البحر الأحمر. اللهم صلي على النبي. طيب خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس. ازيك يا دكتور؟ مساء الفل يا استاذ يوسف، وحشني كتير والله. والله وحضرتك اكتر يا دكتور، وحشنا قد الدنيا. الله يخليك، انا اسعد حواراتك الشيقه، ويعني بالحوار الجميل اللي كنا سامعينه. لا يا فندم والله، ده احنا اللي بنسعد كمان بكلام حضرتك وبارائك وبلقاءاتك. وهنا خليني اسال الدكتور على اللي انا كنت بقوله من شويه، على مساله طابه العريش الدخيله العين السخنه، طبعا قناه السويس، طبعا المواني بتاعتي اللي على البحر الاحمر، مواني المتوسط. احنا طيب عمليا بالنسبه لي انا عندي 48 سنه واربع اشهر تقريبا، بالنسبه لي لو كانت قال لي الكلام ده وانا في الجامعه كنت هقع روحي من الضحك، لانه ده احلام. احنا بنهزر؟ احنا في مصر يبقى عندنا كده؟ تمام. طيب لو تأذن لي انا هحاول اخد مقتطفات سريعه لوقت حضرتك. أرجوك. يعني لكن هو الموضوع ما ينفعش ان احنا ناخده في دقائق، لكن هنقول ان قطاع النقل هو قطاع خدمي حلو بيخدم مشروعات التنميه المستدامه اللي بتقوم بيها الدوله عمرانيا وصناعيا وزراعيا وسياحيا، وحتى الربط مع دول الجوار الاقليمي. وكل هذه المشروعات كانت تحتاج الى شبكه بنية اساسيه قويه، وياتي على راس البنيه الاساسيه قطاع النقل بكافه مرافقه، سواء نقل بري يعني شبكه طرق، او نقل سكك يعني سكه حديد، او نقل بحري يعني مواني، او نقل داخلي يعني مترو انفاق ووسائل نقل حضاريه. الدولة اشتغلت في كل دول مع بعض يا أستاذ يوسف. يعني لما نتحدث عن النقل البري هنلاقي إن عندنا المشروع القومي للطرق اللي ساهم بإضافة ما يقرب من 7000 كيلو متر طول للشبكة القومية للطرق، ساهمت في ربط مفاصل الدولة بعضها ببعض، ربط شمال الجمهورية بجنوبها وشرقها بغربها، وساهمت في دعم مشروع التنمية المستدامة. يعني ببساطة شديدة لما بنعمل طريق له جدوى محققة تلاقي الطريق بيتعمل والأرض بتستصلح وبتزرع، أو مجتمعات عمرانية بيتم إنشائها بالتوازي مع إنشاء الطريق، أو شبكات مية وشبكات كهرباء وشبكات صرف بتتمد في حرم الطريق وأنا بنشئه. كل هذه الأمور ساهمت في إن أنا أدعم مشروعات تنمية مستدامة، أوفر فرص عمل لآلاف المصريين من خلال شركات مصرية وطنية هي التي قامت بهذه المشروعات، وبالتالي ساهم قطاع النقل في الحد من معدلات البطالة والتضخم بشكل مباشر. اما الشكل غير المباشر وده اللي بيهدف ليه قطاع النقل، ان انا ادعم مشروعات تنميه عشان اوفر حياه كريمه للمواطن، انتشر جغرافيا على مساحه اكبر بدل ما كنت عايش على 6% من مساحه مصر، اطلع بره الوادي الضيق خصوصا مع الزياده السكانيه المضطرده، احنا بنزيد 2.5 مليون مولود في السنه. ده كده قطاع اسمه قطاع النقل البري. لما نتحدث عن قطاع السكك الحديديه، كان عندنا سكك حديد مصر اللي بقى لها 200 سنه أطوالها الحديدية 9500 كيلو، لم يطرأ عليها أي تطوير أو تحديث على مدار العقود الماضية، وكانت قبل 2014 منهارة، وكنت بسميها إنها ماتت إكلينيكياً، مديونة للدولة ب 55 مليار. عندنا جرابة بقى لها 45 سنة شغالة، وأصبح من غير المجدي إن أنا أعمل لها أمارات. فاشتغلنا في مشروع قومي لإصلاح السكة الحديد من خلال
اصلاح نظم تحكم واشارات وتحويل نظم اداره الحركه الى النظام الالكتروني لتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث. انشانا كمان بنيه اساسيه جديده للسكه الحديد، امنا مزلقانات وانشانا كباري على المزلقانات الخطره عشان حوادث القطارات ان شاء الله نصل الى زيرو حوادث قطارات. بالاضافه الى كده طورنا العنصر البشري ودربناه، وعملت السكه الحديد صفقه هي الاكبر في تاريخها لشراء دراجات وعربات نقل بضائع وعربات نقل ركاب، وشفنا هذا الامر في اكاديماء جديده في شرايين السكه الحديد، شفنا التلج وشفنا الروسي وشفنا الترويه الدنماركيه وشفنا المكيف وشفنا غيرها من القطارات اللي ساهمت في ان انا ارفع السرعات وازيد الطاقه الاستيعابيه على سكك حديد مصر، وفي نفس الوقت يعاد الثقه بين المواطن وبين مرفق السكه الحديد لان هذه الثقه كانت اهتزت. صح. بالاضافه الى ذلك اشتغلت الدوله في انشاء شبكه حديديه جديده. طب ليه؟ لان الشبكه الحديديه اللي انشئت من 200 سنه ما طرأش عليها اي زياده، لكن لازم ان انا اعمل شبكه حديديه جديده اسوه لما حدث بالمشروع القومي للطرق عشان اربط مفاصل الدوله ببعضها. والهدف مش ان انا اعمل خطوط حديديه جديده، انت قلت كلام جميل في المقدمه، انا لما اعمل قطار سكه حديد اللي هو الخط الاول او بنسميه الجرين لاين اللي هيربط ما بين العين السخنه ومرسى مطروح، ده بيدعم الدور الاستراتيجي لقناه السويس لان انا بنقل البضائع من ميناء السخنه الى موانئ الاسكندريه. يبقى انا النهارده لو حصل جنوح لاي سفينه وان شاء الله ربنا ما يعودها تاني يعني، لكن انا استطيع ان انا اجد هناك حلول بديله لنقل حاويات من موانئ السخنه على البحر الاحمر الى موانئ اسكندريه. وبمناسبه الموانئ احنا عندنا مشروع تطوير موانئ اسكندريه الثلاثه، ميناء الاسكندريه الكبير اللي هيضم ميناء اسكندريه والماكس والدخيله، عندنا ميناء الجرجوب على ساحل البحر الابيض في منطقه النجيله غرب مطروح ب 60 كيلو، عندنا تطوير موانئ السخنه واضافه 10 كيلو من الارصفه البحريه الجديده، عندنا تطوير موانئ بورسعيد ودمياط واضافه محطات متعدده الاغراض، ويمكن ان شاء الله خلال الايام يتم افتتاح محطه 55 في ميناء الاسكندريه. فكل هذه الامور الدوله عايز اقول لحضرتك انها شغاله في تناغم وتناسق تام، وكل هذه المشروعات يا استاذ يوسف ما هياش مشروعات على سبيل التجمل، ولكنها هناك حاجه ماسه لهذه المشروعات. اذا تحدثنا عن النقل البحري ليه انا مضطر اعمل كده؟ لان الخطوط الملاحيه الدوليه هجرت مصر قبل 2014 بسبب ان اصبح دول الجوار الاقليمي بتقدم خدمات افضل من انت بتقدمها. عشان ترجع العميل دون اللي هي التوكيلات الملاحيه الدوليه لازم، لان النقل البحري ده صناعه، عشان تستعيد هذه التوكيلات لابد انك تقدم له خدمات منافسه، خدمات افضل من اللي بتتقدم، فكان لازم تطور المواني بتاعتك، تطور الخدمات اللوجستيه اللي بتقدم في المواني، وتنتقل بالمواني الى ما يسمى بالمواني الذكيه، وتربط المواني بتاعتك مع بعض. هذا ما يتم حاليا. اما بالنسبه للمناطق اللوجستيه فهي ليست قاصره على المواني يا استاذ يوسف، لان احنا بننشئ مناطق لوجستيه ومواني جافه عشان نحرك البضائع من المواني بالسكه الحديد ننقلها للمواني الجافه والمناطق اللوجستيه، ودي بيتم اختيار اماكنها بعنايه بتكون بالقرب من المدن الصناعيه علشان اعمل صناعات القيمه المضافه واوفر مستلزمات التشغيل للمصانع وانقل بضائع من المواني الى المناطق الصناعيه، وفي نفس الوقت افضي الارصفه في المواني بشكل سريع علشان ازيد الطاقه الاستيعابيه بتاعت هذه المواني البحريه. فعندنا على سبيل المثال الميناء البري في 6 من اكتوبر وفي 10 من رمضان و غيرها من المناطق اللي جاري انشاء مناطق لوجستيه، وان شاء الله قريبا سيكون هناك منطقه لوجستيه كبيره بالقرب من ميناء سفاجه. كل هذه الامور بتعود بالنفع على الاقتصاد المصري، لان عايز اللي يعلم المشاهد الكريم ان 90% من التجاره بتاعه مصر مع دول الجوار الاقليمي ودول العالم بتتم عن طريق النقل البحري. صح. يبقى 90% من حجم التجاره بيتم عن طريق النقل البحري، ده مدعاه ان انا اهتم بهذا القطاع اهتمام كبير، علاوه على الاهتمام بوسائل النقل العام والداخلي. بقى يوسف اسكندريه عندنا مشروع ترام اسكندريه ومترو اسكندريه قريبا مكان قطار ابو قير، عندنا في مصر المرحله الرابعه للخط الثالث لمترو الانفاق وشغالين في الخط الرابع والسادس، عندنا البي ار تي اللي هيشتغل على الطريق الدائري كبديل للميكروباص، وان شاء الله قريبا يتم منع الميكروباص من الصعود على الطريق الدائري. أيوه. واحنا مش هنقطع عيش الميكروباص، لكن هيشتغل في تغذيه البي ار تي من المناطق الداخليه، وبالتالي نقله حضاريه كبيره
يصعب اختزالها في دقائق، لكن انا تحدثت بسرعه. ولهذا يعني انا بقى هعمل زي ما حضرتك قلت بالظبط، ولهذا ادعوك دكتور حسن تنورنا، ناخد بقى وقتنا وتحكي لي، ويا سلام بقى لو في زي رسومات وخرائط توضح ده نحطها على الشاشه الكبيره كده اللي عندنا، فتبقى حاجه حلوه وتنورنا وتشرفنا وتشرح لنا ده فعلا باستفاضه وناخد وقتنا، لانه دقائق قليله ما هياش كفايه. دكتور حسن نسعد، ده انا اللي اتشرف بالدقائق البسيطه مع ساعتك. لا ده انا اللي اتشرف صدقني يا دكتور، شرف ليا حقيقي، واتمنى فعلا ان احنا تنورنا في هذا الاستوديو. دكتور حسن مهدي استاذ هندسه الطرق والنقل بكليه الهندسه جامعه عين شمس، زي ما قال دكتور حسن بالملي بنربط مفاصل مصر ببعضها.